في بعض الافكتس اللي ممكن تحصل عندنا برضو، زي مثلا في حاله لما يكون عندنا فليكرنج لايتس. لو انا واحد قاعد قدام مونيتور مثلا، والمونيتور ده بيحصل له فليكرنج اكتر لمده اكتر من 20 دقيقه، اوكي، فالبرسبشن اوف فليكر دوت بيعمل فيجوال فاتيج وانوينس. يعني ده عشان كده كان في ناس كتيره جدا لما كانت السي ار تي مونيتورز كانت هي اللي شغاله، كان في ناس كتيره جدا بتتعب من القعده قدام الكمبيوتر فتره طويله، دي علشان الفليكرنج لايتس اللي موجوده دي. نتيجه طبعا السي ار تي هو فكرته ان احنا بيبقى عندنا بيم اوف يعني سكاننج بيم كده، بيرسم لنا الصوره بتاعه المونيتور على الشاشه، وده طبعا بيفضل ريبيت كده طول ما احنا ايه، طول ما احنا قاعدين قدام المونيتور، فهو بيعمل فعليا فليكرنج لايت. احنا ممكن ما نكونش شايفينه او حاسين بالفليكرنج لايت دوت، اللي هو لايت بينور ويطفي، بس اكشوالي هو سبكونشسلي محسوس. طبعا الفريكوانسي ات ويتش a flashing light is perceived as having a continuous intensity level is called the critical fusion frequency. لو انا عندي نور بينور ويطفي، اوكي، والنور اللي بينور ويطفي ده احنا شايفين ان هو ثابت دلوقتي، اوكي، الفريكوانسي اللي هو بينور ويطفي بيها واحنا بنشوفه ثابت ده بنسميها critical fusion frequency. دي الحقيقه مهمه قوي، لان هي بتستعمل في لها ابلكيشنز كتيره، وهي نفسها اللي هي الكريتيكال فيوجن فريكوانسي دي بتزيد مع ان احنا بنزود الافرج لايت انتنسيتي بتاعتنا، وبتقل مع الايه، مع برضو نفس الكلام مع البروبورشن اوف لايت دارك سايكلز اوكيبايد باي ذا فلاش. يعني بتكلم عن الديوتي سايكل بتاعتي، اوكي، يعني كل ما خليت الديوتي سايكل بتاعتي تزيد، كل ما خليت الكريتيكال فيوجن فريكوانسي دي تقل، اوكي. دي الحقيقه بنشوفها في حاجات ممكن ما يتخيلهاش، يعني ممكن مثلا طبعا المونيتورز اللي قدامنا، او بلاش المونيتورز، لو احنا بنبص على قرايه بتاعت مثلا جهاز معين، قرايه بتاعت 7 سيجمنت ديسبلاي، عاده 7 سيجمنت ديسبلاي دي لو انا خليتها ماشي فيها كارنت طول الوقت كده بتستهلك كهرباء عاليه، بتستهلك يعني باور عاليه. فانا دايما في الاجهزه اللي بتستعمل 7 سيجمنت ديسبلاي بيبقى عادة بال 7 سيجمنتس دي بتبقى بتنار يعني بشكل كده، يعني بتنور وتطفي اكشولي يعني بفريكونسي عاليه، علشان اخلي يبقى في ديوتي سايكل موجوده، وتحاول تقلل لي شويه الباور كونسيومد في الايه، في اللادز دي. ففعليا احنا بنلاقي ان حاجه زي كده احنا بنشوفها ان هي ثابته، رغم ان هي مش ثابته، دي بتتغير. يعني مثلا لوحه تغيير العملات مثلا اللي هي الكرنسي اكسشينج مونيتورز اللي بشوفها في البنوك مثلا، دي بتبقى فعلا كده، دي بتبقى فعلا لو انا يعني صورتها بكاميرا سريعه شويه هشوف اكشولي ان في يعني ممكن اشوف ان اللوحه دي مطفيه في وقت من الاوقات، لان فعلا هي بتنور وتطفي بس بريت عالي، علشان يبقى في الاخر باور كونسامشن بتاعها هيبقى معقول. لو انا استعملت الكارنت اللي ماشي في اللادز دي طول الوقت، هلاقي ان الباور كونسامشن بتاعها هيبقى عالي جدا جدا، وده مش هيبقى مقبول، ان في الاخر يعني الكريتيكال فيوجن فريكونسي بيخليني اشوف حاجه ثابته، وانا اقدر ان انا يعني في الحاله دي ان انا يعني اقلل الباور كونسامشن في الاستعمال. فالكريتيكال فيوجن فريكوانس دي بتفاري فروم 2 هرتز لغايه 50 او 60 للهاي انتنسيتي لايت سورسز. دي بتتاخد في الاعتبار زي ما بقول كده في الديسبلايز، عشان لو انا بعرض حاجه والحاجه دي بتبقى بتتعرض بشكل يعني ما هواش مستمر، يبقى معنى كده لازم اميك شور ان الفريكوانسي اوف ديسبلاي بتاعها يبقى ايه، اعلى من كده، علشان ابقى ايه، يبقى متشاف ان هي كلها ثابته في مكانها. واحدة من الحاجات اللي لها علاقة بالفليكرنج لايتس برضو او الفلاشنج لايتس هي الفوتو سنسيف ابيليبسي. احنا الحقيقة بنتكلم على ان يعني من حوالي 1 ل 200 او 1 ل 300 من البني ادمين، يعني واحد من كل 200 او واحد كل يعني حسب المكان نفسه، يعني اون ذا افريج واحد من كل 200 بيبقى عنده سام سورت اوف ابيليبسي. من دول بقى في عدد قليل، يعني بالنسبه مثلا 5% منهم بيبقى عندهم حاجه اسمها فوتو سنسيتيف ابيليبسي. يعني ايه فوتو سنسيتيف ابيليبسي؟ يعني ممكن الشخص اللي هو عنده ابيليبسي دوت وممكن ما يكونش حاسس بيه، او ممكن يكون اللي هي الـ 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 المشاكل اللي بتطلع له منه بتبقى حاجات ماينور، الا ان ممكن هو لو انا عرضته للايت فلاشنج، يعني يعني في لمبه بتنور وتطفي كده زي السي ار تي مونيتور، اوكي، ممكن هو يتريجر سيجر، يعني يتريجر ان يبقى عنده يعني مشكله من مشاكل الابيليبسي اللي هي سيجر، اوكي. فمعنى كده ان احنا دلوقتي لازم ناخد الكلام ده في اعتبارنا،
واكشوالي يستحسن ان احنا نستعمل حاجه زي ال سي دي مونيتورز عشان ما يبقاش فيها فليكر خالص لما نحط مونيتور مثلا جنب البيشنت روم او جوه البيشنت روم، لان البيشنت ده ما احناش عارفين الباك جراوند بتاعته ايه، بيجي طبعا على نفس الاوضه اللي فيها المونيتور دي ناس كتيره مختلفه، فمش عايزين يبقى فيه تشانس ان يبقى واحد فيهم عنده مثلا جاي مثلا داخل عشان حاجه معينه ويبقى نتيجه لان هو يعني ايبيليبتيك ويعني فوتوس عنده فوتو سنسيتيفيتي يبقى معنى كده يحصل له سيجر من غير ما يكون الكلام ده له اي يعني علاقه بالمرض بتاعه. فطبعا ده طبعا حاجه ما بتبقاش مكتشفه، يعني ممكن الشخص اللي عنده فوتو سنسيف ايبيليبسي ده ما يبقاش عارف اصلا، فلازم اخد الكلام ده في اعتباري وانا بصمم الجهاز بتاعي، احاول دايما اخلي المونيتورز بتاعته تبقى ال سي دي ما تبقاش فيها اي نوع من انواع الفلاشنج لايتس او الفليكرينج. بتكلم عموما على الفوتو سنسيف ايبيليبسي ده بيبقى يعني ممكن نلاقيه من 4 ل 60 هرتز، بس اكشولي البيك بتاعت السنسيفيتي دي بتبقى حوالي 20 هرتز، فيبقى لازم ان انا عامه ابعد شويه عن ال 20 هرتز دي. وعامه لما بتكلم على الفريكر فريكونسي اقل من 5 يعني عامه 4 او اقل من 4 يعني عاده بتبقى معتبرها سيف، يعني ما بيبقاش فيها مشكله، انما يعني اكتر من كده برضه تعتبر سيف الى حد ما. انما لو انا بتكلم على حاجه 5 يعني 20 في ال 20 هرتز مثلا او 25 هرتز، لا دي تبقى شويه خطيره لان هي دي اكتر فريكونسي بيحصل عندها السيجرز دي.